التقى وزير الموارد المائية والري هاني سويلم مدير الوكالة الإيطالية للتعاون المائي ماركو ريكاردو ومدير لجنة المياه الواحدة بالمنتدى الأورو متوسطي إيميليو كارلو. تم خلال اللقاء مناقشة موقف مشروع برنامج المعرفة المائية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون المائي لتعزيز وبناء قدرات العاملين في مجال المياه في مصر.